المشهد الأول: رجل يبيع اللحم المشوية، وإلى جانبه رجل فقير ممزق الثياب، يحمل رغيف من الخبز ويعرضه للدخان المنبعث من اللحم المشوي ثم يأكل منه. لحم مشوي، هيا إلى اللحم المشوي، لحم شهي. ما ألذ رائحة الشواء. أنت يا رجل ماذا تفعل؟ أستمتع برائحة شوائك اللذيذ. إذا كنت تستمتع برائحة الشواء سيجب أن تدفع لي ثمنها. ها؟ ماذا قل؟ كما سمعت، أريد ثمن رائحة الشواء. ولكن ليس لرائحة الشواء ثمن. لكن عندي لها ثمن، إما أن تدفع أو تمضي معي إلى دوحة القاضي. لكنني لا أملك نقودا. إذا هيا إلى القاضي جحا، هيا. المشهد الثاني: نرى جحا وهو يستمع للبائع والفقير وهما يتخاصمان. هذه أول مرة أسمع فيها لأن لرائحة الشواء ثمنا. كل شيء عندي بثمن، وسيحكم القاضي لي. مهلا مهلا أيها المتخاصمان، لماذا أنتما غاضبان؟ هذا الرجل أيها القاضي جحا جاء إلى دكاني وهو يحمل رغيفا، فراح يعرض رغيفه للدخان المتصاعد من اللحم المشوي حتى إذا امتلأ الرغيف برائحة الشواء أكله. وماذا تريد منه؟ أريد ثمن الرائحة. ماذا هناك يا سيدي؟ لماذا تضحك؟ هذه أغرب قضية تمر بي منذ أن توليت منصب القضاء. يقترب جحا من البائع. اسمع يا رجل، أنا سأدفع لك ثمن رائحة الشواء نيابة عن هذا الفقير. شكرا لك سيدي، أنت أعدل قاض عرفته في حياتي. كم تريد ثمن رائحة الشواء؟ أريد 10 قروش فضية. مهلا مهلا أيها البائع. ماذا؟ هذا الرجل استمتع برائحة اللحم المشوي، ولكنه لم يذق طعم اللحم. هذا صحيح، وأنت تستطيع أن تستمتع بصوت رنين 10 قروش، لكن ليس من العدل أن تنال 10 قروش. يرمي جحا قطعة معدنية من فئة 10 قروش، فتصدر القطعة النقدية رنينا قويا. أسمعت يا صديقي رنينها؟ ما أجمله! هذا هو الثمن.